تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. بداية وبدعوة من أخيه السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا الشقيقة، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم في زيارة دولة إلى تركيا تدوم 3 أيام. وسيكون للسيد الرئيس محادثات مع أخيه رئيس جمهورية تركيا تتمحور حول العلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا وسبل دعمها وتعزيزها بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك. وبين الجزائر وتركيا علاقات أخوية وآفاق تعاون وشراكة مربحة. إلهام عشير. الجزائر تركيا علاقات متميزة تبعها الرصيد التاريخي المشترك والتقارب الحضاري بين البلدين لقرون، وما تزال الشواهد على عمق هذه العلاقات ماثلة للعيان إلى اليوم. الجزائر بلد شقيق يفصل بيننا هذا البحر وتجمع بيننا الثقافة والشواهد الحضارية المشتركة. تروحي للمطار تلقاي لابوشيت تاع هذا الحانوت. عندي 21 سنه خدام مع ابراهيم هنايا، نخدم هنا ماكله جزائريه وتركيه. التطابق في وجهات النظر حول العديد من القضايا الدوليه والاقليميه الراهنه بين الجزائر وتركيا عززتها سنة التشاور والتنسيق الدائم بين قيادتي البلدين، وهي تتجه نحو كتابة فصل جديد من التعاون المثمر والمنتج بين الجانبين، انطلاقا من مجلس للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى توج الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر مطلع عام 2020. هي علاقات تشاركية استراتيجية تقوم على تقارب حقيقي، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي طيب أردوغان إلى الجزائر، وكذا الزيارة التي سوف يقوم بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى تركيا، وهذا دليل على أنه هناك استراتيجية حقيقية على أعلى مستوى سوف تربط البلدين في كل القضايا الراهنة والقضايا التي تهم البلدين. هذه الشراكة الاستراتيجية انعكست على مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، فكان التعاون مثالي ونوعي من حيث الحفاظ على المصالح المشتركة بترقية حجم الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمناجم والأشغال العمومية ومجالات حيوية أخرى. تعاون سيتعزز أكثر بإطلاق أرضية رقمية لرجال الأعمال الجزائريين والأتراك. اليوم الجزائر تنظر بمنظار آخر، أنه لابد أن تكون هناك علاقة استراتيجية، رابح رابح، الجميع يستفيد. هذا ويشكل المجال العلمي والثقافي بين البلدين جانبا آخر من التعاون لفتح أفاق واعدة تؤسس لشراكة استراتيجية مستدامة بين الجزائر وأنقرة. بعث أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معربا فيها عن خالص التهاني وأطيب التمنيات وبمزيد من التقدم والرخاء للشعب الإماراتي تحت قيادته الرشيدة. كما أعرب السيد الرئيس عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية والمتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا في ذات السياق تطلع للعمل الوثيق من أجل تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين، وتجسيدا للحرص المشترك تجاه قضايا الأمة العربية والمساعي الثنائية الحثيثة لنشر السلم والاستقرار إقليميا ودوليا. في الملف الفلسطيني وعشية الذكرى 74 للنكبة، يواصل الكيان الإسرائيلي جرائمه متعددة الأشكال بحق الفلسطينيين العزل، حيث استشهد أمس فلسطيني بالقدس المحتلة وأصيب آخرون بقلقيليا. هذا وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق من الاستخدام المفرط لقوة السلاح والعنف ضد المدنيين في الضفة الغربية المحتلة وبالأخص القدس الشرقية،
وهو ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 33 شخصا، داعية إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل في جميع عمليات القتل والإصابات الخطيرة المقترفة في حق المواطنين الفلسطينيين العزل. في لبنان يتوجه اليوم الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 نائبا، سيشكلون البرلمان المقبل لولاية تمتد لأربع سنوات. ويأتي الاستحقاق الانتخابي الذي قاطعه تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري في ظل أزمة مالية واقتصادية واجتماعية خانقة تشهدها البلاد. في تطورات العملية الدفاعية الروسية بأوكرانيا، جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي أمس جدد رفضه لانضمام هيلينسكي لحلف الناتو، وهذا بعدما توجهت الأخيرة بطلب لقيادة الحلف التي رحب بالمبادرة رغم التحفظات التركية على ذلك. ميدانيا اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصعوبة المعارك الجارية في بندقة دونباس بإقليميها دونيتسك ولوغانسك، وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الجيش الروسي أن كتائبه المدعومة بقوات الانفصاليين دمرت مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية في دونباس خلال اليومين الماضيين. في جديد الاقتصاد العالمي المتضرر من الأزمات الصحية والسياسية المتلاحقة، أفصحت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي خفض توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو لعامي 2022-2023 بنسبة 2.7% و2.3%، توقعات تشير بانخفاض واضح عن سابقتها التي قدرت ب4%، كما ضعف توقعاته لمعدلات التضخم. ولا تزال هذه التوقعات غير نهائية، تنتظر التأكيد من خلال تقرير المفوضية الأوروبية المنتظر غدا الاثنين. في الرياضة، تختتم اليوم الجولة 30 لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم، وفي البرنامج يلعب اليوم الدربي العاصمي الذي يجمع بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر بحضور الجمهور. وفي هذا الصدد أعلنت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف طرح 50,000 تذكرة للبيع صبيحة اليوم ابتداء من الساعة 9 على مستوى 15 شباكا لملعب 5 جويلية الأولمبي. هذا ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه المباراة مباشرة على القناة 6 الشبابية، وهذا ابتداء من الساعة 7 مساء. ونختم من المعرض الذي نظمته مجموعة من الإعلاميات بالعاصمة لإبراز قدراتهن في إنتاج الحرف بأنامل صنعت الإبداع كما صنعت بيدها الإعلام. المزيد مع مريم بن عبد الرحمن. الإعلامية التي تبدع بالقلم والصوت اليوم تبدع بأنامل ذهبية، حرف ومنتوجات قابلة للتسويق. اليوم جبنا معروضاتنا اللي من خلالها نغير الصورة النمطية اللي معروف عليها الصحفية الجزائرية، نمد كذلك تلك الصورة المشرفة للمرأة الجزائرية وللمرأة الصحفية الجزائرية المكافحة. أنامل الصحفية التي تبدع في الروبورتاج وفي المقال وفي الكتابة وفي هذيك، عندها كي تريح تقدر نفس الأنامل تبدع في الحاجات التقليدية. أنا كثير مسرورة بهذا المعرض الذي يقام لأول مرة، واللي يحاول يقدم المرأة الإعلامية على أنها مرأة تقدر تكون مبدعة، تقدر تكون منتجة في مجالات أخرى. في عالم افتراضي اجتمعنا، وكانت المقترحات إلى واقع عرضنا منتوجاتهن تحت شعار بكل أصبع صنعة. المجموعة أسسناها لنجمع عدد كبير من الصحفيات الجزائرية داخل الوطن وخارجه من أجل البحث عن وسيلة الكشف عن مواهبهن المتعددة. الهدف من هذا المعرض أن كل الصحفيات المتواجدات خلال هذه المجموعة لا تتعرف وجها وجه. الجميل في هذه الطبعة عرفنا كل الصحفيات، وكانت أفضل شيء أن هو ركن التعارف بينتهم. وتبقى هذه المعارض رسالة تشجيعية للمرأة الماكثة في البيت لتلجأ عالم الإنتاج والتسويق.
وتبقى المرأة مبدعة في كل المجالات. وبهذا نصل إلى ختام موعدنا الإخباري، أعود لألقاكم على رأس الساعة. شكرا لكم والسلام عليكم.